خلونا ننتقل إلى الجمعة اللي جاية بإذن الله. الجمعة الجاية بإذن الله هتشهد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بكين. الخبر اللطيف بقى الحلو اللي معانا إيه؟ إنه مصر ليها مشاركة، ولكنها مشاركة المرة دي غير رياضية بقى. استنى يا عمرو، أنت مش عارف تقول إيه؟ عمرو بيقول لك ده العادي. أيوة يا عم، ما المشاركات الرياضية ده العادي. لا، المرة دي إحنا عندنا مشاركة فنية، وده بقى الجديد بالنسبة لنا، اللي مش عادي، ده المستجد بتاعنا. إيه هو بقى؟ إنه ده هيحصل مشاركة فنية، وده من خلال كورال جامعة عين شمس اللي هيمثل مصر والوطن العربي بأكمله في افتتاح أولمبياد بكين الشتوية. إحنا معانا على التليفون دكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس. أهلا 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 بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. عين شمس دائما كده يعني إيه، فيها كم تميز غير طبيعي، مش بس على المستوى الأكاديمي وكلية الهندسة في عين شمس وكلية الطب كمان اللي عاملة شغل الحقيقة ولا أجمل ولا أروع ولا أبدع على المستوى العلمي، لكن على ما يبدو كمان المشاركة الفنية أصبحت عين شمس ليها بصمة واضحة فيها. أشكرك أستاذ يوسف، ويعني أشكر سيادتك على الاستضافة، وخالص التحية لمشاهدينك الكرام. والحقيقه يعني احنا فخورين جدا بالحدث اللي حضرتك ذكرته، وان كورال جامعه عين شمس اللي الحقيقه يستحق كل تقدير، بيمثل يعني يشرفنا انه يمثل جمهوريه مصر العربيه والعالم العربي في الافتتاحيه بامكانياته اللي ابهرتنا الحقيقه. الكورال ده يمكن موجود من كذا سنه، لكن يمكن ما كناش واخدين بالنا منه كما ينبغي حتى داخل الجامعه يعني. إلا فترة يمكن من سنة سنتين كده الأخرانيين، الولاد دول زي ما سيادتك عارف جامعة عين شمس ما عندناش كلية تربية موسيقية أو تربية، أو زي ما احنا زي جامعة حلوان ما احناش جامعة حلوان. أيوه. وحاجات فنية، فدول كلهم هواة من كليات التجارة والآداب والحقوق، ويعني عندهم مواهب وبيتقنوا ما يفعلوه وبيحبوه وبيعملوه بشغف، الحقيقة لا تملك إلا أن تتعاطف معهم وتقدم لهم كل دعم. وده اللي عملناه كإدارة عليا لجامعة عين شمس في الفترة الأخيرة. في بدأنا إحنا، أنا شخصيا حضرت لهم مع السادة النواب والأساتذة ومجلس الجامعة يمكن جزء منه على الأقل كذا حفلة داخلية داخل الجامعة، وكل مرة بيتقدموا مايسترو بتاعهم خريج من خريجي الجدد من خريجي جامعة عين شمس، وطلبوا بقى كل حاجه ابتدوا يطلبوها، ابتدينا نتجاوب معاها تدريجيا، مش هقول مره واحده يعني. لحد ما الحقيقه الانطلاقه الكبرى جت لما في برنامج تلفزيوني الاستاذه منى الشاذلي يعني استضافتهم ويعني حطتهم في الصوره اللائقه اللي شفتها. وبعدين عملوا حفلتين ثلاثه، طلبوا بعد طلبوا في كليه القاده والاركان، طلبوا في الاوبرا المصريه، وفي منتدى الشباب العالمي كانوا موجودين في الحفل الختامي، يمكن فخره مش كبيره لكن كانوا موجودين امام فخامه الرئيس، وكانوا الحقيقه مشرفين جدا. وبعدين جت الفكره بقى من قسم اللغه الصينيه ومعهد كونفوشيوس، الاستاذه الدكتوره اسراء اللي هي استاذه اللغه الصينيه، قالت ان هي على علاقه طيبه بالجانب الصيني، ما نعرف يعني ممكن اذا كان هم بيدوروا، الصينيين كانوا بيدوروا على شريك من الشرق الاوسط من افريقيا من بلاد يعني يكون معاهم. طبعا تلاقي الثقافات والحضارات بحدث كبير زي ده مهم طبعا. فاقترحت علينا وعلى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون الطلبه ان ما نعرضش على الاقل الولاد دول يروحوا ونشوف ايه رد الفعل. حقيقه تجاوب من سريع جدا، وشافوهم فعجبوا بيهم جدا، وتصوروا يمكن لو شفت حضرتك الفيديو جزء من التصوير كان امام الاهرامات، فطلبوا يكون امام الاهرامات شخصيا، فبقت من الشكر من التلفزيون المصري الان بالتصوير، والمعالي الوزير السياحه والاثار دكتور خالد العناني اللي اول ما كلمته قال لي فورا موافقين ومجاني طالما دي حاجه هتمثل مصر، وعمل لهم كل التسهيلات الممكنه، وصوروا التصوير المشرف اللي يمكن سيادتك تقدر تشوفه في الفيديو لو كان عند سيادتك المعروض. والحمد لله طبعا انا اعلنت اخيرا ان فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس فتحي السيسي هيحضر، يمكن يسافر، انا مش متاكد من المعلومه لكن ده اللي قريته في الجرايد والاعلام انه يمكن يحضر، فاتمنى انه يعني يرفعوا راسنا هناك ويبقى فخور بيهم ان شاء الله. لا قدها وقدود، اصل حضرتك طبعا عارف انه عين شمس خرجت لنا الموسيقار والملحن الكبير استاذ عمار الشريعي الله يرحمه.
طبعا. فيعني كان زمان الواحد كان يقول ايه مثلا، معقوله عين شمس ما عندهاش كورال وهي مخرجه عمار الشريعي ومخرجه سينمائيين كتير ومخرجه طبعا كتاب وعلماء حدث ولا حرج، بس معقوله عين شمس ما فيهاش فرقه كورال وموسيقى ضخمه ودي اللي خرجت عمار الشريعي بجلاله قدره الله يرحمه يا رب. فدلوقتي الواحد حقيقي سعيد، وعشان كده احنا نهنيك جدا يا دكتور ونهني كل الناس اللي ساعدت انه يبقى في عندنا كورال مشرف بهذا الشكل وبهذا الحجم. وهلم جره ان شاء الله لما يرجعوا هيجوا عند سيادتك في البرنامج تستضيفهم، يا سلام. وتنوع الاغاني اللي بيقدموها ما بين وطنيه وما بين دينيه وما بين تلاقي الحضارات والشعوب، هتبقى سعيد بيهم جدا ان شاء الله. اول مره من قبل ما اطلب الاقي الحاجه جايه لحد عندي، انا مش عارف اشكرك ازاي. اصل انا كنت لسه اقول لك ايه، هو ينفع نستضيف؟ لقيت حضرتك بتقول على طول، يا بختنا ينورونا ويشرفونا وحضرتك على راسهم. الله يخليك، ارجوك. اشكرك يا فندم، ربنا يخليك يا دكتور. كل الشكر ليك يا دكتور محمود، دكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس. شكرا جدا للكورال واصحاب الفكره واللي بيقودوه واللي بيشجعوه بالمناسبه، ودي حاجه مهمه في الجامعات في الدنيا كلها، عشان برضو حضرتك المواطن يبقى عارف. كل الجامعات الكبيره في الدنيا عندها فرق موسيقيه كبيره وكورالات كبيره، لو صح التعبير كلمه كورالات يعني احنا نجمعها، وبتخش منافسات ما بينها وما بين بعضها. يعني تلاقي الفرق الموسيقيه بتخش في منافسات وتصفيات على في امريكا على سبيل المثال، بتخش التصفيات دي على مستوى الامه بالكامل، يعني على مستوى الولايات المتحده بالكامل. كذا الحال في الكورال بتاع الجامعات وما الى ذلك. اتمنى ان انا اشوف ده في مصر خلال الايام الشهور اللي جايه، بلاش الايام دي عشان الايام دي سريعه جدا. شكرا جدا.